للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من الكويت السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت. بنرحب بك معالي السفير. أهلا وسهلا. بداية سعادة السفير، أطلعنا على أبرز الإجراءات التي اعتمدتها السفارة استعدادا لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تبدأ الجمعة المقبلة. هو احنا بقالنا فترة طبعا شغالين في الإعداد للعملية التصويتية، سواء في اتصالاتنا مع القاهرة ووزارة الخارجية والهيئة العليا للانتخابات، أو في اتصالاتنا مع الجانب الكويتي والسلطات الكويتية. وأحب أنوه أنه في اهتمام كبير من الدولة وأجهزتها المختلفة بالانتخابات الرئاسية ومشاركة الجاليات المصرية في هذه الانتخابات بصفة عامة، وفي الكويت على وجه الخصوص أخذا في الاعتبار أن مشاركة الجالية المصرية في الكويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفة عامة كانت هي الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالرغم من أن الجالية المصرية في الكويت ليست أكبر الجاليات المتواجدة في الخارج. فيما يتعلق بالقاهرة، فكما أسلفتم فقد قامت وزارة الخارجية والهيئة العليا للانتخابات بتوفير كل الإمكانيات اللازمة وزيادة الفريق المعاون وطاقم الدعم الفني الذي سيتواجد في السفارة اعتبارا من الغد لدعم جهود السفارة ومعاونتها في إدارة العملية الانتخابية. كما تم موافقتنا لأجهزة أكثر عددا من ذي قبل ومضاعفة عددها لتيسير عملية التصويت على الناخبين، وتم توفير بعض التجهيزات الفنية اللازمة لمواجهة أي مشاكل يمكن أن تطرأ من الناحية الفنية. فيما يتعلق بترتيبات السفارة، فلقد تم تجهيز وسائل انتقال بالتعاون مع الجالية المصرية من عدد من نقاط التجمع في الكويت إلى المنطقة المحيطة بالسفارة، وأتوبيسات أخرى من المنطقة المحيطة بالسفارة إلى مقر السفارة، لأن السفارة تقع في منطقة تجمع سفارات، وهناك إجراءات محددة لعملية الدخول والخروج منها. وبالتعاون مع الجالية تطوع البعض أيضا لإقامة خيمة كبيرة مجهزة بكل التجهيزات اللازمة للمنتظرين وصفوف التي سوف تحتشد أمام مبنى السفارة للمشاركة في العملية التصويتية. وتم أيضا بالتعاون مع الجالية توفير عدد من المتطوعين يمكن أن يقرب للمئة الذين سيقومون بتسهيل وتنظيم الحركة من نقاط مختلفة في المدينة والمنطقة المحيطة بالسفارة إلى مقر السفارة وادي العدس. طيب سعادة السفير، نعم. فيما يتعلق بالسلطات الكويتية فلقد أجريت اتصالات مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وقد لمسنا تعاون كويتي كبير في توفير كافة الاحتياجات اللازمة والتسهيلات المطلوبة، وبناء على توجيهات من صاحب السمو الأمير وأمير الكويت، وكما تم التواصل مع بعض المؤسسات وأجهزة القطاع الخاص والشركات الكبرى التي يعمل فيها عدد كبير من المصريين لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية وتسهيل حصولهم على جوازات سفرهم اللازمة لإتمام عملية التصويت. نعم سعادة السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، شكرا جزيلا لك.